أهلا بكم. البداية من الوضع في سوريا، حيث اتهمت واشنطن موسكو بعدم الجدية في العمل لفرض احترام وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناورت إن إقرار الأمم المتحدة للهدنة أمر حيوي لإيصال المساعدات وإغاثة المنكوبين خاصة في الغوطة الشرقية. وأكدت ناورت أن روسيا مسؤولة عن دعم نظام بشار الأسد وحمايته، وإنها أخلفت التزامها بإجباره على التخلي عن أسلحته الكيميائية واستخدامها عدة مرات. تصريحات ناورت جاءت في وقت خرق فيه النظام السوري وروسيا وحلفائهما مجددا الهدنة الأممية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية.